هنا صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبه الثقه الملكيه بتعيين معاليه رئيسا لمجلس الشورى كما هنا سموه نائبي رئيس مجلس الشورى بمناسبه انتخابهما خلال الجلسه الاجرائيه التي عقدها المجلس في مستهل دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس وعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد في حمل أمانة المسؤولية خدمة للوطن والمواطن